عيد الفطر المبارك، فرحة الصائم الثانية بعد فرحة إفطاره. اليوم يحل على الجزائريين والأمة الإسلامية في ظروف خاصة، ظروف فرضتها كورونا، الجائحة التي تفشت في بلادنا فغيرت من عاداتنا وحرمتنا من أن نجسد يوم العيد تقاليدنا. ولعل أبرز ما يرتبط بعيد الفطر في الجزائر هي الحلويات التي تعدها النسوة في الأيام الأخيرة لرمضان لتستقبل بها العيد والضيوف الزائرين، غير أن هذه السنة وحفاظا على حياة الجزائريين ستكون الزيارة ممنوعة، فالتباعد أصبح أكثر من ضرورة. ورغم ذلك أبى الفيسبوكيون إلى أن تكون الحلوى حاضرة وبطريقة خاصة تحمل الكثير من طرافة الجزائريين التي اعتدنا عليها. صور لحلوى أخذت شكل فيروس كورونا، وأخرى لحلوى بشكل وجه تغطيه الكمامة التي أصبحت يوم العيد إجبارية. أنواع جاءت لتوضح هوس الكثيرين بالنظافة وضرورتها لتجنب عدوى الوباء من خلال تجسيد حلوى في شكل المعقمات. عيد فطر 2020 سيبقى راسخا في ذاكرة الجزائريين، كيف لا، وهو أول عيد يحرمهم فيه فيروس قاتل من رفع تسابيح العيد في المساجد، وكذا زيارة الأهل والأقارب. وسيتذكرون أيضا أن وعيهم واحترامهم لتدابير الوقاية المفروضة عليهم يوم العيد كانت سببا في القضاء على كورونا والعودة للحياة الطبيعية.